أكد اسم الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على تميز العلاقات البحرينية البريطانية في مختلف المجالات وعمق الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مثنيا سموه على كل ما يسهم في تنميتها تلبية للتطلعات المشتركة وتعزيزا لمسارات التعاون نحو آفاق جديدة. كان سموه قد اطلع على طائرة سيلفر سبيتفاير الحربية البريطانية التي تزور البحرين، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة إذ تحتفل المملكة المتحدة بذكرى القائمين على صناعة وتصميم هذه الطائرة التي شاركت في الحرب العالمية الثانية خلال الأربعينيات. وقد بدأت سيلفر سبيتفاير رحلة عالمية تحلق فيها عبر المعالم السياحية لحوالي 30 دولة، وتأتي مملكة البحرين ضمن هذه الرحلة التي انطلقت من المملكة المتحدة في أغسطس الماضي. رحب سمو الشيخ عيسى بقائدي الطائرة متمنيا لرحلتهم المتميزة كل التوفيق، وشكر جهودهما الساعية للتعريف بعراقة هذه الطائرة ومكانتها ضمن تاريخ الصناعات الحربية. استمع سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة إلى شرح مفصل حول تاريخ صناعة الطائرة وتصميمها الهندسي الكلاسيكي الذي يدلل بوضوح على الفترة الزمنية لصناعتها بما تضمه من مواصفات، كما تعرف سموهما على دورها القتالي في الحرب العالمية الثانية.